لمزيد من التعليق أيضا بشأن استمرار الانتهاكات الصهيونية بالاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في القدس والمطالبات الأوروبية أيضا بإيقاف الاستيطان، معنا هاتفيا من إسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي. مرحبا بك دكتور محمود. إذا هدم منزلين في حي الشيخ جراح أمس بتواطؤ من القضاء الصهيوني واعتقال ملاك المنزل قبل هدمه، كيف تقرأ تسارع وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، المنزل الذي تم هدمه بالأمس كان هدمه يعني مؤلما أكثر من أي منزل سبقه حقيقة، لأنه هو المنزل الذي اعتصم به أهله محمود صالحية وزوجته وأبنائه، وكان مستعدا لأن يحرق نفسه وأن يفجر البيت ولا يتم هدمه بهذه الطريقة. وبالفعل رجعت قوات الاحتلال اليوم الذي قبل أمس، ورجعت بالليل وهم نائمون، وقامت باعتقالهم جميعا هم والمتضامنين معهم، 26 شخص كانوا يناموا في ذلك البيت تضامنا مع أهل البيت. فتم إخلاؤهم ليلا من البيت وتم هدمه ليلا. كان دولة الاحتلال أصبحت مختزلة في هدم بيت من البيوت الفلسطينية في القدس المحتلة. طبعا أنا هنا في تقريركم أشرتم إلى القدس الشرقية. حقيقة نحن الفلسطينيين نعتبر أن لنا قدسا واحدة، شرقيها وغربيها قدس هي للمسلمين إن شاء الله. جميل، شكرا لهذه اللفتة. طيب دكتور، يعني أعمال الهدم تصاحبها خطة لبناء ما يقدر ب 3500 وحدة استيطانية جديدة، يعني ما الهدف، ما الدور الذي ستلعبه أو ستؤديه تلك البؤرة الجديدة في خطة قضم الأراضي الفلسطينية؟ أخي الكريم، المسألة مسألة تهويد المدينة المقدسة. المسألة ليست بناء وحدات وأن المستوطنين يحتاجون إلى وحدات سكنية، فهذا أمر طبيعي يحتاجه كل البشر في الدنيا، ولكن ما يحدث في القدس أخي هو عملية تهويد. والتهويد هنا نعني به تغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة إلى الهوية الصهيونية واليهودية نوعا ما. يعني العملية هي توجه بالمدينة نحو ظهور هويتها اليهودية، وهي هوية غير ظاهرة في المدينة. يعني المدينة أبنيتها، تاريخها، سكانها، الهوية العربية والإسلامية فيها واضحة جدا. الآن العدو الصهيوني ينتهج في هذا في عملية التهويد أسلوبين، يعني أحدهما أمر من الآخر. الأسلوب الأول يمنع الفلسطيني من أن يبني بيتا، هذا أولا، ممنوع تبني بيت. اثنين، يهدم البيوت الموجودة بحجة أنها غير مرخصة، علما أن بعض البيوت التي تم هدمها في هذا الشهر هي أسبق من الاحتلال، يعني هي موجودة قبل عام، يعني قبل احتلال القدس عام 1967. هذا النوع الأول، وهو منع الفلسطيني من البناء وهدم البيوت الموجودة ثانيا. الآن أما النوع الثاني فهو بناء المستوطنات واحتلال كثير من الأبنية وتحويلها، أو يعني إحلال مستوطنين بها، كما يحدث في حي الشيخ جراح. ما يحدث في حي الشيخ جراح هو ملخص القضية الفلسطينية، هدم لبعض البيوت وإخراج بعض السكان الفلسطينيين ليحل محلهم مستوطنين قدموا من أمريكا ومن روسيا ومن الدول الأوروبية الشرقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه 3500 وحدة التي ذكرتم في تقريركم ما هي إلا الوحدات التي تم إقرارها في 15 يوم من هذا العام، يعني من بداية شهر يناير فقط. أما ما تم بناؤه وإقراره في العام الماضي فتجاوز 23,000 وحدة سكنية في مناطق القدس، عدد كبير طبعا. ولكن بحسب متخصصين دكتور محمود، فإن البؤر الاستيطانية المقرر بناؤها هي انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. إذن من هنا، ما الدور الواجب على السلطة الفلسطينية أن تفعله لإيقاف أعمال هدم أملاك الفلسطينيين وأيضا بناء كما تفضلتم مستوطنات عليها؟ أخي، عملية الاحتلال، احتلال فلسطين أصلا، هو مخالف لكل قوانين الدنيا. بالضبط. والاحتلال الوحيد الإحلالي الذي ما زال موجود على وجه الأرض هو الاحتلال الصهيوني في فلسطين.
مجلس الأمن وكل القوانين الدولية أصلا الآن هي يعني خلينا نقول قد خضعت بجناحها لدولة الاحتلال الصهيوني. ولكن الآن الصهيوني هي الآن عضوة في الأمم المتحدة وعضوة في مجلس الأمن. نعم. وهذا بحد ذاته أصلا يعني خرق للقانون الدولي. ولكن دكتور محمود عذرا هناك الآن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا يطالبون بإيقاف البناء على الأراضي الفلسطينية، كيف يمكن الاستفادة من هذا الموقف الأوروبي الرافض للبناء الصهيوني؟ هذا موقف أوروبي جيد، لكن أخي حتى هذه الدول تطالب بوقف البناء في أراضي القدس الشرقية. طيب وال 48 70% من أرض فلسطين هذه نعتبرها الآن أصبحت دولة كيان صهيوني، أصبحت إسرائيل. وهذا هو نفسه الذي جرأ الأوروبيين على هذه المطالبات أخي، ما جرأهم على ذلك إلا سير عدد من الأنظمة العربية في التطبيع. حضرتك سألت عن السلطة الفلسطينية. أخي السلطة الفلسطينية هي أحد أطراف الجريمة، السلطة الفلسطينية أحد أطراف الجريمة، تعين الاحتلال وتساعده، تغض الطرف، بيدها أوراق كثيرة جدا يمكنها أن تتوجه نحو محكمة الجنايات الدولية وهي لم تفعل ذلك حتى الآن، ورغم كل الجرائم التي حدثت سواء في القدس المحتلة العام الماضي أو في غزة العام الماضي أيضا وفي الأعوام السابقة لم تحرك السلطة الفلسطينية ساكنا. أنا فلسطيني وأتهم السلطة الفلسطينية ليس بالتواطؤ فقط، بل هي جزء من مشروع الاحتلال الصهيوني في فلسطين. من إسطنبول متخصص في الشؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لك.